وينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأستاذ ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية. سيد ممدوح، ما هي شهادتكم بشأن استخدام المخابرات الأمريكية للأراضي المصرية في عمليات تعذيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هذا التقرير كاشف لواقع تم معرفته أثناء فترة مبارك بشهادات كثير جدا من المعتقلين، ليس فقط كما جاء في التقرير بعض المعتقلين اللي كان في تنسيق بين المخابرات المركزيه الامريكيه والمخابرات المصريه او الامن المصري، لكن ايضا في شهادات لبعض المعتقلين كانوا في قضايا مصريه وحكومه او محاكم مصريه تم التحقيق معهم من قبل ضباط امريكان، ودي شهادات موجوده وموثقه لبعض الافراد الموجودين في مصر. لكن الشاهد ان هذا التقرير البعض بيرجح ان هو كاشف ليه الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحده الامريكيه، لكن ايضا انا بعتبره رساله لنظام الانقلاب في مصر ان الاداره الامريكيه بتبعث رساله ان نظام مبارك نظام مستبد وانه نظام كان يتعامل في نطاق انتهاكات حقوق الانسان وكانها غير راضيه على قرار المحكمه الذي اصدرته ب براءة مبارك او عدم الواجب لإقامة الدعوة. لكن الشاهد ان هذا التقرير الاخير يرسم طريق واضح جدا ويؤكد العلاقة الوثيقة بين الإدارة الأمريكية والنظم المستبدة وكيف كانت الإدارة الأمريكية تستفيد من النظم المستبدة وتبقى عليها، فلا جديد غير انه كاشف لهذه العلاقة. لكن هذا التقرير يوثق توثيق رسمي للمتضررين من الذين تم القبض عليهم وتعذيبهم بواسطة المخابرات الأمريكية والأمن المصري، ورفع قضايا تعويض على الجهتين، هذا حق لهم أمام محاكم دولية أو محاكم مصرية سواء بسواء بالنسبة لهذا التقرير الفاضح للعلاقة بين الإدارة الأمريكية والنظم المستبدة. لكن يبقى أن هذا التقرير فيه نقطة هامة، أن وقت كشف هذا التقرير مهم جدا، أنه كما قلت جاء بعد الإفراج أيضا عن مدير مباحث امن الدوله اللواء حسن عبد الرحمن في قضيه مبارك ايضا، وهو كان ايضا مسؤول عن جهاز امن الدوله الذي كان ينسق مع الاداره الامريكيه والمخابرات الامريكيه في عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان، فكانها ايضا رساله الى من الاداره الامريكيه الى الامن المصري بانها تكشف ايضا دورهم في التعذيب. يعني ممدوح اسماعيل محامي الجماعه الاسلاميه، شكرا جزيلا لك.